And you'll flow too. مرحبا فيكم بكوميكسولوجي بالعربي، صفحة اللي بتهتم بكل شيء بخص عالم الكوميك والخيال وبالعربي. بمناسبة مرور 27 سنة ظهوره الأول، هالحلقة هنحكي عن أشهر المخلوقات الأسطورية، أهم المهرجين القتلة، ملتهم العوالم، السفاح المعروف ب قبل ما نبلش بنحب ننوه إنه كل حقوق النشر محفوظة للناشرين. ترجع أصول المهرج لرواية للكاتب الملقب بملك الرعب ستيفن كينغ لسنة 1986 بعنوان إت. الكائن المخيف استحوذ على عقول القراء بقدراته الغير محدودة. شعبية الكتاب أدت لظهوره على الشاشة الصغيرة بفيلم من جزئين سنة 1990. أداء تيم كوري كبيني وايز كان رائع، سمر المشاهدين مكانهم أحدين متتابعين ليشوفوا كيف The Losers Club حيقدروا يقضوا على هالكائن المرعب. نسبة المشاهدة العالية جعلت الفيلم واحد من أهم كلاسيكيات أفلام الرعب. الفيلم التلفزيوني تعرض لتقطيعات واقتطاعات متعددة بسبب عرضه على شاشة التلفزيون والرقابة الشديدة بهذاك الوقت. اليوم وبعد 27 سنة على استيقاظه الأول بيرجع إت على الشاشة الكبيرة بأداء بيل سكارز جاردن مرعب ليرهب مرة تانية سكان مدينة ديري. لا يحصل الفيلم على تقييمات عالية بقصة بتنقل بشكل حرفي الرعب اللي قدر ستيفن كينغ يخلقه برواية إت. تحيط أصول وقدرات إت غموض، فقدراته مطلقة تماماً وشكله غير محدد، وبيقدر يجسد رعب فريسته الحقيقي وكل مخاوفها. كمان عنده قدرة التحكم العقلي والتقمص وتعدد الأشكال، وكمان بيمتلك قدرة على التحكم والتخاطر العقلي. هالشي بيعطي قدرة على التحكم بسكان مدينة ديري بشكل كامل، بيتحكم بذاكرتهم لينسوا تاريخ ديري القاتم وينسوا كمية الأطفال اللي عم تختفي أو تنقتل بعد كل ظهور لإت. أما شكل إت الحقيقي فعبارة عن طاقة كونية خلقت وتشكلت بالماكروفيرس، اسمها الطاقة هو الديدلايت. طاقة خلقت وتكونت بالماكروفيرس بتسبب هلوسات وتحكم عقلي لو تعرضها الإنسان العادي، بالنهاية بتأدي للجنون المطلق. الشخص الوحيد اللي قدر يرجع من تأثير الديدلايت هي أرورا فيليبس زوجة بيلي بفيلم سنة 1990. وبما أنه اسمه غير معروف وشكله غير معروف، الشيء الوحيد المؤكد عن بيني وايز إنه مو من الأرض ولا حتى من الكون اللي بنعرفه. وبما أنه شكل إت الحقيقي لا يمكن تخيله من قبل أي عقل بشري، لهيك تتعدد أسماءه وشخصياته. من بعض الأشكال أو الأسماء اللي اتخذها بيني وايز هو السرب من البيرانا، بيني وايز The Dancing Clown، دراكولا، فرانكنشتاين مونسترز، زومبيز، وحتى القرش بفيلم جاز. تقريباً بيني وايز بيقدر يتقمص كل مخاوف البشرية على أرض الواقع. كل 27 سنة بيستيقظ إت من سباته لحتى يتغذى على الأطفال بمدينة ديري اللي بفضلهم عن الكبار، لأنه very frightened flesh tastes better. You all taste so much better when you're afraid. بيني وايز خلق بالفراغ المحيط بالعالم المادي والكون اللي بنعرفه بمكان معروف باسم الماكروفيرس. ماكروفيرس هي المنطقة اللي بتجي منها كل الكائنات الغامضة والسوداء أو الشريرة الموجودة بعوالم ستيفن كينغ. ماكروفيرس هو نفس المكان اللي إجت منه كائنات فيلم The Mist و The Dark Tower. ستيفن كينغ وصف إنه إت هو أحد الشياطين الستة العظمى اللي وردت بكتاب برج الظلام الثالث، حيث وصف تومية بأنه مخلوق عنكبوت عظيم وصل للأرض بعد خلقها عن طريق نيزك ليلتهم كل شيء بيخلقه متورن. النيزك هبط ملايين السنين فيما يصبح لاحقاً بمدينة ديري وظل بحالة سبات لحتى سنة 1715. أما بالنسبة لعدو بيني وايز الأبدي فهي السلحفة ماتيرن، السلحفة المقتبسة عن الميثولوجيا الهندوسية والصينية واللي بتحمل العالم على ظهرها. برواية دارك تاور بيشرح ستيفن كينغ أنه السلحفة ماتيرن واحدة من الـ 12 الأبديين اللي بيحملوا أعمدة برج الظلام وبيحموا. ماتيرن بيقضي غالب وقته بالسبات بأوقات نادرة جداً وقليلة وبيستيقظ، ومن هالأوقات لما خلق الكون اللي بنعرفه. ماتيرن وإت بيلعبوا دور الين واليان، خلقوا الاستهلاك، الخير والشر. اثنين تم خلقهم من قبل قوة لا نهائية قديمة جداً معروفة باسم The Other. سنة 1958 بيرجع إت لبلدة ديري
أطفال مدينة ديري بشكل نادي بسموه نادي الفشلة لحتى يقدروا يقضوا على إيه. بما أنه بيني وايز وماتيرن في حالة صراع متواصل لكل قوى الخير والشر، بيني وايز دائماً بحاول يقضي على أي شيء بيخلقه ماتيرن، وماتيرن دائماً بحاول يحمي الحياة. ماتيرن حاول لفترة طويلة يتفادى الصراع مع إت لحد سنة 1958 لما نادي الفشلة يخوضوا صراعهم مع بيني وايز. ماتيرن بيتدخل وبيعلم بيلي كيف يقضي على إت عبر تطبيق طقوس تشاود. طقوس تشاود ببساطة هي حرب الخيال ضد الخوف. لما بتآمن بشي بيصير. نادي الفشلة بيواجهوا بيني وايز وبيقتنعوا إنه الفضة تقدر تأثر عليه وتقضي عليه. لهيك بيني وايز بينقذ عن طريق الفضة وبيرجع لصباته مرة تانية. هالسنة تم إنتاج الجزء الأول من فيلم إت اللي أحداثه بتقع سنة 58. الفيلم الجاي متوقع صدوره بعد 27 سنة بظهور إت الجديد. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لهالمرة. أتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتنشروا لنا الفيديو واشتركوا بصفحتنا ليوصلكم فيديوهاتنا وآخر الأخبار. كنت معكم إسلامك سالجي بالعربي. شكرا لوقتكم. The clowns themselves.